السلام عليكم. شفتوا في هذه الأيام هذه الأخيرة يعني وين طماطيشي يعني هي الطوماط وصلت تحت 25 ميل، دوكا هبطت شوية راه دير اونتخ 15 ميل حتى 20 ميل، دونك شنو السبب؟ دوكا نشوفو شنو السبب، نخليكم من بعد تشوفو من بعد نحكيلكم. وكاين تاني التفاح وين الدولة ثاني راها دارت لها سقيف، ولكن هذا من السبيكيلاتير ما بغاوش يحشموه. نخليكم ثاني تشوفوا لا فيديو ومن بعد نرجعوا، ونخليكم تشوفوا اون اوتر فيديو وين اختلاف في العمال، يعني هذوك يكاسبي لا برودكسيون تاعهم يقيسوها، وواحد اخر يعني يصدقها في سبيل الله. خليكم تشوفوا هذا لي فيديو ومن بعد نعاودوا نرجعوا نحكوا. السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس صافا بيان الحمد لله. اللي ينصح ما يطلعولوش الكونت، يديروا لو اكسبرو، يديروا لو جلوبا، ويديروا لو كذا. لا يديروهم قال لي دوك يشطحوا، اللي يديروا العيب في اللايف. انا اليوم حاب ننصح، برك اليوم حاب ننصح، نوريكم الشعب الجزائري واش راه ياكل. هذه الطماطيش تاع القوطي ولا طماطيش المعلبات، كل واحد كيسميها. شوفوا يا خاوتي، هذا عنده شر يتلوح على السمش، هذه تروح لوزيناته. شوفوا يا خاوتي واش راكم تاكلوا. الطمويش تاع القوطي، طمويش لالا، وطمويش تركية، وطمويش خيرة. شوفوا يا خاوتي، شوفوا واش راكم تاكلوا. شوفوا يا خاوتي، شوفوا اللي ينصح ديما يعوتين. شوفوا يا خاوتي واش راكم تاكلوا. شوفوا هذا طموش تركية، وطموش خيرة، وطموش ما على باليش تاع منه. شوفوا طموش لالا. شوفوا يا خاوتي، شوفوا هاي عايش عايش. شوفوا يا خاوتي، شوفوا يا خاوتي. بخير عليكم، صباحتو غايا. دور ثاني من دور عندكم صحاب السهالة، اش راهم يقيسوا التفاح عندكم؟ عندكم او المسكين والله ما ياكلها عندكم. اكو تشوفوا على بها ربي، راه جايب الجفيف عندك المسكين ما ياكلهاش، كاع ما ياكلهاش. عندك تفاح جديد داك الله يهديهم، عندك خي، عندك شات تفاح راهم قايسينه. لا حرام علي اعطوا للمساكين، صدقوا المساكين كي دايرين، الله يهدي ما خلق. عندك الخير، عندك ما تاكلهاش انت، قيسه وما تاكلهاش. كي تشوف هاد الصوالح قول مازال كاين ناس الخير في هاد البلاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بون، خبر عمر راه دايركم مبادره شابه بالبزاف، مجانا لفائده عديمي الدخل وذوي الدخل الضعيف. ها، ارفد البطاطا اللي راه يدير 13 ميل 12 ميل حتى 9 ميل، اروح ارفد قيسك، قيس واش ياكل وليداتك وادي. هذا ما كان، كل واحد يخلي لخوه شويه. بلا يعني كما شفتوا يعني هاد لي تخوا فيديو يعني يوضحوا لنا وضوح تام على واش راه صاري مع التجار هادو لي مبغاوش يحشمو. صراحة ما بقاوش يحشمو، هاد لي سبيكيلاتير هادو ما بقاوش يحشمو. دونك راكم شفتو البرومي فيديو وين السيد هذا كيقيس في التفاح، قيسو في التفاح، يعني التفاح لي الناس راهي مشتاقاته باش تاكل التفاح. يعني بكري كان يدير 30 ميل 20 ميل 30 ميل حتى 40 ميل، وين لا جولدن جينا من الخارج تلحق 40 ميل، ما لحقتش لو بري لي راهم هما يبيعو فيه ب 45 ميل، يعني التفاح تاعنا ب 45 ميل، الو كان من الخارج يجي بار باطو بإكسيتيرا إكسيتيرا تو لي بري هادوك ما يلحقش 30 ميل 40 ميل. شوفوا الفرق وراه، باسكو علاه هاد الناس قاسو هذاك التفاح السقارة في القليل والزواني ما ياكلش، لازم ما ياكلش، خليه جيعان. واش بيكم؟ شا كاين؟ شو واش هذا؟ شا التصرفات هذه؟ سبحان الله، ما جابش السوق يا خويا. تصدقها دير كيما هذاك تاع مول البطاطا اللي ما شاء الله صدق في البرودكسيون تاعها، عندها خير صدق، ما كاش مشكل، الزوال ياكل. علاش انتوما تقيسو فيه؟ يعني ما بغيتوش تبيعوها باطري؟ علاش ما بغيتش؟ يعني حتى بابري تربح، والله غير تربح. ايا وزيد اون بليس دو سا، راكم شفتو الطماطيش، بروبليم تاع الطماطيش، يا
داك ماشي تو ديرنيرمون طماطيش من قاد لحقت حتى 500 يعني الناس هبلت يعني 500 لا طوماط واش بكم صافا با 500 مي سي انكرويابل كيفاش 25 دونك بون هبطت حتى 15 20 باسكو الشعب قاطعها قالك ما ناكلش سي فري ما كانش ما همش يشوفوا باسكو ما همش يشوفوها خلاها تهبط دقيقة بشوية تهبط بلا 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 محق وانتوما تربحوا تربحوا في الزعور قانون وتسقف الأسعار اون فوا بو توت هاد ليكونومي دو مارشي والله ما خرجت علينا والله كل خطرة يديروا لنا حاجة دوك دايرين عندنا مشكل على القهوة يعني القهوة ما كاينش كاع الوغ كي الدولة دارتها 100000 تخزنت كاع تخزنت علاه علاهكم ديروا في لا سبيكيلاسيون كيما هاكا علاهكم تحتاكوا في المواد الغذائية تحوسوا الجوع الشعب ولا كيفاه إلا غالب الشعب صاي مطاقي صح ولات الناس الدولة مطاق الشعب مطاق وانتوما تحوسوا تربحوا ربح سريع والله ما تنجحوا والله ما تربحوا واش بيكم نتوما صافا با لا تات الشيطان يربح الدين رضا من القليل واستعداد اليوم الرحيل اسيدي رضا من القليل وسعد اليوم الرحيل صلي صوم وزكي زكي يدير كيما السيد هذا تاع مول البطاطا بارك الله فيه ها الناس هاد الناس الصالحين هادو هما تاع المجتمع الصالح ماشي كيما الاباده هذوك اللي تاع الطماطيش تاع الوسمي دا جايب لي ذي قوسين حاشاكم الله ما غادي يبعث هاد الليزين باش يطحنوها ويدوها هنا ونكونسونطيو حنا ناكلوها نو الليزين قالت لك ما نديهمش والله ما نديهمش وانتوما كيما كيما هكا الليزين قالت لك ما نديهاش وكيما بغات تديها انتوما واحدو تخسنوا الطماطيش باش تطلعوا لي فري تاعها وتبيتو تبيعوا فيها 25 باش تربحوا على هذيك الطماطيش الخانزه هذيك تاعكم اللي دقرصات كيما هكا ما تحشموش والله ما تحشمو وانتوما صحاب التفاح انتوما الله شحال كنت نجي هنايا بكري كان يجينا من خارجي لحق 300 300 حتى 40 كاع يعني الجولدن كاع الجولدن تلحق 40 يمكن دوك انا حنا بلاد التفاح دوك نتباع ب 40 سامين انا اش عنيكم شو واش بيكم صافا تربحوا باسكو نتوما وزات دي سبيكيلاتور نتوما مصاصين دم لي سونسي يعني نتوما اعداء الوطن واعداء الشعب باسكو تحوسوا غير ربح السريع سبحان الله ربح القليل وربي يبارك لك فيه السيد علي قال لكم الإذاعة بالقليل واستعداد اليوم الرحيل إذا قبل القليل واستعداد اليوم الرحيل صلي صوم زكي انت ما تصلي ما تصوم ما تزكي تحوس كي تربح غير تنهب 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 تمص في الدم الشعب بصيتو الدولة تعطيكم الدولة الدعم تعطيكم الدولة المازوط تعطيكم الدولة التكسينتي تعطيكم كلش وايو وانا رايحين معاكم انتوما وانتوما تزيدو تزيرو علينا حنا تخزنو لنا دارني ما بديتو تخزنو في القهوة باسكو الدولة سقفتها ايا دارتها 100,000 قهوة انخزنت دا نشركو ولات مكانش كاع الناس حنا نشرب قهوة الناس عندنا كاع تشرب قهوة علاش كنت تخزنو فيها لازم الدولة تدخل هنايا وتحوس على وليت تقرضه تسلم من في البعض في الحبس حتى يكشى سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله الناس هبلت كل خطرة يديروا لنا حاجة كل خطرة إن كريز خلونا نقعرين غير حنا والحياة نتاعنا غير حنا والحياة اليومية نتاعنا أشي إيه خلونا نهو في جهة واحدة أخرى خلونا نهضروا على الثقافة خلونا نهضروا على العلم خلونا نهضروا على سبحان الله ولينا نهضروا على صالح على صالح تاع كوشنا يعني ولينا يوميا هاد الصالح شحال غادي ليك شحال ندير ليك شحال ندير ليك يعني اون بار بلو دو سيونس دو مانيش عارف انا ديستوار ولا جيوغرافي يعني الموضوع تاعنا هذا مكان واش نقولوا واش نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ايوا السلام عليكم على بروشين فيديو ان شاء الله.